يلا يا عم. طب ما تشيل معايا. طيب حرف حرف يا هشام. ايوه كده يا ساتر. انزل بقى عشان تقيله قوي. اه على مهلوك على مهلوك على مهلوك. تقيل قوي. اعمل فيها ايه دي؟ ولع فيها. ولا اقول لك هات بس الاول كده. اه حبيبي هتوحشني. روح منك لله. هو رايحين فين ده كله؟ انا هنا اهو يا بابا. تعالى يا ابني تعالى، محدش هيعرف يعلق الصوره دي اللي انت. طب هتولي ورا السلم يا ابني. اتحمل انت بقى يا رايحين. فاهمين؟ هطلع هطلع واديها لي بقى. انا يا شيخ هطلع واديها لي. انا مهلكم بقى على الارض. بسم الله ما شاء الله. هي دي الصور ولا بلاش؟ خد عليك شويه يا شيخ. ارفع من عندك ارفع من عندك اهو. يلا يا جماعه الصوره الجميله. ارفع يا رحيم. من عندك كده مظبوطه يا حاج؟ ايوه كده حلو. تبع شنطه. ده ما هنش عليهم يقولوا انهم ماشيين. عيله واطيه الصراحه. بعد كل اللي عملناه ده احنا شلناهم من على الارض شيل وفتحنا لهم بيتنا على البحر. من اول ما سراحين بيه خرج من السجن لحد دلوقتي وبرضه ما طمرش فيهم. عالم ما عندهاش لا دم ولا خشه. هم طبعهم كده. الرايحين القصر قال. قال امتى طلعت القصر؟ قال له امبارح العصر. وياخدوا الفقرة اللي زينا معاهم ليه؟ عالم ما عندهاش اخلاق. بطلي ندب بقى، كفايه خلاص. الواحد فيه اللي مكفيه، انا مش ناقصك. سيبني افك عن نفسي. فكي بعيد عني، انزلي من على وداني. حفرقه. الله. يوه. استنى اما اشوف مين. مين؟ الغلب اللي انا فيه ده. نعم. نعم الله عليك يا اختي. صوتك طالع بره الشقه ليه؟ حلمي مزعلك؟ لا والنبي ابدا. ده التلفزيون. شرفت يا رحيم. ازيك اخويا؟ ازيك يا حلمي؟ اقعد معلش ما رضيتش ادوشك بموضوع النقل ده فمشينا كده في الخفيف. اصل الحكايه كلها كانت كام شنطه كده. والله فرحنا لك. الحق رجع لاصحابه. الف مبروك يا اخويا. الف مبروك. مبروك القصر بتاعك. وبعدين احنا اخوات واهل واللي انت عايزه يمشي. وعشان احنا اهل ما ينفعش اروح اقعد في القصر هناك وانتوا تفضلوا قاعدين هنا. عايزكوا تيجوا تقعدوا معايا في قصر رحيم السيوفي. القصر؟ ازاي بس؟ ونقعد فين؟ والشغل اللي هنا؟ يا جدع القصر كبير ويسامح حبايب 2000 والشغل اللي هنا انساه. احنا داخلين على شغل تاني خالص. شفت ولاد الاصول؟ طب اسال حلمي كده. والله العظيم كنا لسه بنتكلم عليك. رحت انت جاي في وشنا على طول. شايف الناس اللي ما بيسوش الناس اللي وقفت جنبهم وقت الزنقه؟ ما عادش في زنقه تاني يا مريم. ان شاء الله اللي جاي كله خير. وانت بقى ما تحسبهاش. الموضوع مش محتاج تفكير. حقك عليا يا رحيم. وحياة بنتي. أنا من ساعتها وأنا بضرب نفسي بالجزمة. أنا مش عارف إيه اللي جرالي خلاني أغلط الغلط ده كله. في حقك أنت بالذات. أنت لسه قايل إيه؟ إحنا أهل. والأهل في بينهم عتاب. لكن عمر ما يكون في بينهم سهل. أبعت لكم شبورة أوصلكم لحد القصر. وعايزك تضرب بدلة حلوة كده. وتجيلي على المركب بالليل. بالإذن. رحيم. وناوية تعملي إيه يا حبيبتي بعد كده؟ مش عارفة يا بابا. أهو رحيم بيحاول وربنا يسهل. طيب و عماد وسامي المحامي رأيهم ايه؟ هما بيقولوا لماما انهم بيحاولوا هما كمان.
تعرفي مين اكتر واحد فيهم هيحاول؟ رحيم طبعا. بالعكس امان، عشان حس انك انت لسه بتحب رحيم، عشان كده هيعمل المستحيل عشان يثبت لك ان اللي فضلتيه عليه ده خيخه ولا يعرف يعمل اي حاجه. وده حلو مش وحش. انا رايي تكلميه وتديله ريق حلو. انت بتقول ايه يا بابا؟ انت عايز نتكلم عماد؟ وفيها ايه يا بنتي؟ عماد خطيبك وفهم جوزك. بقول لك ايه يا بابا ما تعصبنيش، عماد من اول المصيبه اللي حصلت لي دي وهو مش موجود. اجت الفرصه دلوقتي عشان يبقى معاكي. انت عارف ايه الفرق ما بين رحيم وعماد؟ انا عارفه ان الاثنين بيحبوني، بس رحيم بيحبني مش مستني مني اي مقابل، بيساعدني وهو عارف كويس قوي ان بكره ممكن ما اكونش معاه. لكن عماد بيحبني كأن اللعبة بتاعته، اللعبة ما ينفعش أي حد ياخدها غيره. وفي رأيي ده ما اسموش حب، ده مرض، مرض وملوش علاج. خش جوه. هشام انا عايز كل ساعه مطرب جديد لحد الصبح. ايوه بس موضوع زي ده هيكلف فلوس كتير. نص المطربين اللي هتكلمهم اول ما يعرفوا ان رجعت المركب هيجوا مجامله من غير فلوس. تمام. السلام عليكم. انا قلت مش معقول ترجع مركبك وما جيش ابارك لك يا رحيم بيه. يا اهلا يا عمده. تصدق انت ابن حلال؟ انا كنت هاجي لك لحد عندك في المصنع علشان اشكرك على الواجب اللي انت عملته مع هشام. لا ما تقولش كده، هشام ده اخويا الصغير، في ساعات بيجي له حالات كده يتهيأله انه كبر، بس معلش. هي داليا فين؟ انا مش عارف انت ليه مصر تسأل نفس السؤال يا عمده، رغم انك متأكد انك مش هتطلع منه بإجابة مفيدة. ساعات الإجابات بتيجي لوحدها. أنت عارف إن في بعض أسئلة مش محتاجة كلام عشان تجاوب عليها. الله، ده أنت جاي تقسم علينا بقى. العفو. طب يا رحيم أنا هنزل أبص على كام حاجة كده وأطلع. استنى يا ابني، عمك عماد مش هيطول، ولا تحب تيجي معانا أفرجك على التجديدات اللي إحنا بنعملها في المركب؟ أحسن حاجة إنك تتفرج على المكان مع أصحابه. اتفضل. رحيم باشا. ايوه متولي. ايه؟ طب خلي كل حاجه زي ما هي. انا جاي لك. على السلامه. يا مؤاخذه يا عمده، انا لازم امشي دلوقتي حالا. المكان مكانك. لو ايه؟ معاك هشام. يا حامد مش على بعضك ليه من ساعة لما دخلت؟ وانا مش هبقى على بعض ليه ساعتك؟ فين داليا؟ مش عرفني، انا بقالي سنين ما شفتهاش. امال مين اللي راح لها عند الشغل واستناها في الجراج؟ ما سيادتك عارف كل حاجة اهو. بتكذب ليه؟ ربنا بيحكم عليك بالحوجة يا باشا. هقول ايه؟ اشوف بنت عشان ياخد منها فلوس؟ في اب عيون كده؟ لا طبعا عندك حق. داليا مش عندي دباشة وعمرها ما هتجيلي. اشمعنى؟ أب فاشل وشبهة ليها، هتجيلي ليه؟
عشان انت الوحيد فعلا مش ممكن حد يفكر فيه. غدا مع مين يا حامد؟ مع بنت سعادتك. بنتك؟ بنتك ربنا دي الصحة بتاكل في طبقين؟ ولا أنت اللي بتاكل في طبقين؟ بتشتغل إيه يا حامد؟ على باب الله سعادتك. على باب الله. كلنا على باب الله، المهم بقى بتشتغل ايه؟ على المعاش، انا على المعاش. معاش؟ حلو في المداوم. غريبة جدا. آسف جدا. مش كفاية كده؟ كفاية. اتفضل. نورت يا عماد بيه. انت تقعد تتغدى معانا بقى. احنا عندنا كام صنف جداد كده والشيف اللي عندنا الجديد. مش هتبطل استعباط بقى يا هشام. انا قلت لك الموضوع مش سهل. لكن سهل انك تاخد الشيك وتصرفه بسرعه. شوف انا مش محتاج افكرك ان لولايا كان زمانك مدفون دلوقتي. مش بعيد ابو ورده كان ساب جتتك في الطلب. وجميلك ده فوق دماغي، بس انا محتاج حبه وقت. ما عنديش. لو كان عندي وقت كنت اديتك، بس ما عنديش للاسف. بعدين ما تصعش. ها، تاخد شويه وقت تلم فلوس وتيجي تقول لي فلوسك ايه ومالكش حاجه عندي. لو انت فاهم ان المساله فلوس تبقى غلطان. بكره اعرف داليا فين. ماشي يا اتش؟ اهلا يا حلمي. ازيك يا رحاب؟ كويسه. اهلا وسهلا. خير؟ هو رحيم فين؟ اصل رحيم عدى علينا وقالنا ان احنا هنيجي يعني نقعد عندكم هنا في القصر. في الخير. اول ما عرف يرجع حقه افتكر الناس اللي وقفت جنبه، مش الناس اللي كلت لحمه وهو في السجن. رحيم طول عمره صاحب واجب. اتفضلوا خدوا راحتكم، هبعت لكم حد يطلع معاكم الشنط. امال السيد فين؟ سيد؟ ما انت فاهم يا حلم، مش محتاجة يعني اشرح لك سيد ممكن يكون فين دلوقتي. بس اكيد القصر ده اخر مكان ممكن يكون موجود فيه. معلش هسيبكم عشان مصدعة شوية. البيت بدا. ده ايه قلة الذوق اللي هي فيها دي؟ معلش يا حبيبتي، اصل الصدمة صعبة عليها قوي. حنان حنان بلاش. بلاش ايه يا اخو؟ شغل النسوان ده. الراجل فتح لنا بيته،
اهمالي كده لغايه ما ربنا يكرمنا احنا كمان ان شاء الله. مش عايز اي مشاكل. ها مش هعمل مشاكل يا اخويا، مفيش مشاكل ان شاء الله. حلمي هو انا ممكن ابقى اجيب صحابي هنا عندي؟ اه طبعا. عمك رحيم ده اخويا يا بنت، اعمل اللي انت عايزاه. شايفه النجفه حلوه ازاي؟ فظيعه فظيعه. حنان حنان يلا يلا يلا. ايه هي مش قالت انها هتبعت حد يجي ياخد الشنط؟ حنان زق عجل يلا 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 يلا. العربيه دي يا باشا لقيناها في المينا بقالها يومين، وبعدين جالنا ظرف فيه مفتاح، قلنا دي اكيد رساله وبتوصل لك. انت متاكد ان محدش بلغ من عندك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، عيب عليك يا باشا. بس عايزين نبلغ بسرعه يعني عشان ما نتاذيش. ما تقلقش ابص عليها بصه بس وبعدين بلغ. ما كانش معاها حاجه ولا قلبتوها؟ يا نهار اسود، عيب عليك يا باشا، دي امانه. ما لقيناش معاها غير الشنطه دي وما حدش لمسها غير يعني عشان اديها لك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أبله يا أبله، انت سرحانه ولا ايه؟ يا أبله يوه، مليون مره قلت لك ما تقوليليش أبله دي. انت ايه ما بتفهميش؟ وبعدين فرق السن بيني وبينك مش كبير قوي يعني عشان تفضلي تقوليها لي. وبعدين انا مش ناقصاكي اصلا يا أبله. ربنا لما اقصد يا رحاب ما اقصدش، انا مش جايه عكنن عليكي، انا حاسه باللي انت فيه عشان كده جيت اطمن عليكي. طب ما تزعليش مني يا بسمه، انا مش قصدي يعني ان انا هب فيكي، انا بس مش مظبوطه ومتلخبطه ومتعصبه ومقريفه قوي اليومين دول. انا ما بزعلش، انا عارفه ان انتي مش على بعضك من ساعه ما احنا جينا هنا. هو استاذ سيد اكيد طفشان صح؟ ميديني لا، انا شكلي بعك، حقك عليا والنبي يا ابله. يا رحاب خلاص بقى ما تزعليش مني وربنا انا ما عايزه ازعلك. طب انتي ما تعرفيش انا بحبك قد ايه ولا غلاوتك في قلبي عامله ازاي. انتي عارفه انتي اكتر واحده وقفت جنبي لما هشام كان طفشان برضه مني، عشان كده انا حاسه بيكي، حاسه يعني لما الراجل بيسيب مراته كده ومتبقاش حتى عارفه هو مطرحه فين. سيد ابن حلال وطيب، بس كل ما بتيجي سيره رحيم بيتقلب واحد تاني خالص. حتى لما كان رحيم في السجن، لما كانت بتيجي سيرته سيد كان بيتعكنن، كان بيبقى مش طايق نفسه. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اوفق بينهم هما الاثنين ازاي. اعملي ما تزعلي نفسك، ربنا يهدي الاحوال. قولي الرحيم بيه هو جدع وطيب واكيد هو عنده صرفه. مش لما اعرف سيد راح فين الاول ان شاء الله خير. ما تزعليش بقى، وهقول لك يا رحاب على طول، مش هقول لك يا أبلة دي خالص. كده تمام يا متولي، تقدر تبلغ. سلام. ما توحشنا يا رحيم باشا. احمد باشا صباح الخير. صباحك فل، مع ان وشك بيقول مفيش خير خالص. والله يا فندم جات لنا اخباريه دلوقتي من السويس، بيقولوا ان هم لقوا لميا السكرتيره بتاع الدكتوره داليا بس مقتوله. مقتوله ازاي؟ لا لسه ما حدش يعرف. فكرة طلب الشرع لسه ما خرجش، مع ان لسه بعد. طيب طيب شايف يا خالد، عايزك تتابع القضيه دي. واكيد رحيم ليه علاقه بيها حتى لو من بعيد. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. تمام يا فندم. ايوه. عايز تقابلني؟ اكيد انت عرفت اللي حصل في السويس. وعندك معلومات عن اللي قتل وعايز تقولها لي. ماشي. هقابلك. مع السلامة. شكله كده مش جاي يا عظمة.
ما دام انا كلمته يبقى اكيد جاي يشربه. تصدق صح؟ عظمته عظمته، ده جه فعلا. خش جوه التاكسي. متأخر يا أحمد بيه. عايز يا رحيم؟ عايز أديك حاجة أنت أكيد بتدور عليها. شوف الفيديو ده يا أحمد بيه. الفيديو ده هيفهمك حاجات كتير أنت مش فاهمها. التليفون ده عليه دليل براءة دليل. ده تليفون نامية. ومين قال لك إن أنا مهتم بقضية داليا أصلاً؟ شغل مباحث. لاني عارف انك مش بتسيب اي حاجه تخصني الا لما تبقى تحت ايدك. فبدل ما اسلم التليفون ده للمباحث وياخد لفه طويله لحد ما يوصل لك، قلت انجز عشان الوقت، لاني متاكد انك مش هتقبل ان واحده بريئه تتحبس انت معاك دليل براءتها. طالما عارف انها بريئه قربتها ليه؟ انا ما قربتش حد. ده اللي هربت بعد ما كانت هتتقتل عندكم. انت فاكر ان انا ما اقدرش احميها؟ لو فاكر كده ما كنتش طلبت قبلك احمد بيه. الدم كاتب في طريقك يا رحيم، والمره الجايه هتغرق فيه. ماليش فيه، ده مقدر ومكتوب. خليك فاكر ان انا حذرتك. كلامك على راسي يا احمد بيه، بس خليك فاكر كمان اني قلت لك ما تفتكرش ان كل حاجه في دماغك هي الصح. اشوفك على خير. تأمرني باي حاجه تانيه يا حلمي باشا؟ شكرا، اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، ده هنا بيحترموك قوي. الا بيحترموني قوي، طول عمري محترم. خد بالك أنا هنا مهم أوي أوي أوي. طبعاً مهم، مش النهاردة بس، طول عمرك مهم يا حبيبي. أوبا، أيوة كده بقى يا حني، ده العشاء الرومانسي جاب نتيجة. حنان، أنا مش عايزك تزعلي مني، أنا بهدلتك الكام سنة اللي فاتوا دول أوي، وشايلتك شيلة مش بتاعتك. بس اطمني، الأيام اللي جاية كلها هتبقى عسل إن شاء الله. والكلام اللي حصل ده مش هتكرر تاني. أنا معاك على الحلوة والمر، يمكن عشان هبلة وبحب، أو يمكن عشان أنت راجل جدع وطيب. أنا ما أقدرش أزعلك أبداً يا حلم. إيه رأيك بقى في المركب؟ ها؟ جامد صح؟ لا ولسه الأيام اللي جاية هشقلب لك كيانه. ورأيي هيفيدك بإيه؟ وإنت هتستفيد إيه؟ ما تزعلش مني، أنا عارفة إن كلامي زي الدبش، بس والله العظيم لمصلحتك. طيب، لو المطعم ده ولا المركب ده كله على بعضه عمل له 5-6 مليون، هتستفيد إيه منه؟ هتحط في جيبك كام؟ جرح حنان، ما احنا طول عمرنا شغالين كده. وايه يعني؟ ما زهقتش؟ تفضل تشتغل طول الشهر وتشقى وفي الاخر كله يروح لجيب رحيم؟ انا مش فاهم انت حاطه رحيم في دماغك ليه؟ الراجل كل شويه عمال يمجد ويكبر فيكي، وفي الاخر يعني عايزانا نبص له في فلوسه وفي شغله؟ انا ما ببصش لحد، انا ببص لحالي، واحنا حالنا ما يصرش وانت عارف. يا حلمي انا ما اقدرش ارهن حياتي وحياتك وحياه بنتنا على رحيم. افرض عمل مشاكل مع الحكومه، بلاش. افرض عمل مصيبه من مصايبه ورجع السجن تاني، ايه؟ هنحط ايدنا على خدنا ونقعد؟ شش، حطي صوتك. انت ناسي احنا فين؟ هو ده اللي انت فالح فيه؟
حلمي، احنا كبرنا وبنتنا كبرت وما عدناش حمل المرمطه اللي احنا فيها دي تاني. طول ما انت بتشتغل تحت ايد رحيم عمرنا ما هتقوم لنا قومة يا حلمي. حنان، انت عايزه ايه في ليلتك السودة دي؟ عايزه الناس تقول لك يا حلمي باشا، سواء رحيم موجود او مش موجود، كل انا لسه مش قادره اصدق ان لميا عملت كل ده. انا عارفه البنت دي كويس. الفلوس بتذل البني ادم يا بنتي، تخليه يعمل اللي عمره ما عمله في حياته. في الاول وفي الاخر اهي خير جزاها. واضح ان احنا جوه لعبه كبيره محدش فاهمها غير اللي مدورها ويبص علينا من فوق. يعني كده لسه ما خلصتش يا رحيم؟ انا كل همي دلوقتي ان اعدي المشكله دي باي شكل، اخلص من قضيتك وبعدها نفهم. طب هنتحرك امتى؟ لازم نفضل مستنيين لحد ما احمد يجي يكلمني. هو انت خلاص هتمشي؟ انت عارفه انا ماشي رايحه فين؟ هتسلمي نفسك للبوليس. طب انت كنت عارفه انا هنا ليه اصلا؟ كنت هربانه منه، بس انا كنت فرحانه ان انت هربانه منه عشان كنت قاعده معايا. انا هرجع لك، هرجع لك يا حبيبتي. هو حضرتك جبت الفيديو ده ازاي واحنا فتشنا كاميرات المكتب ما كانش عليها اي حاجه؟ ما هو ده يا باشا بقى اللي انا جاي اسالك عنه. المفروض انكم فضيتوا كل الكاميرات وعينتوها مش كده؟ بالفعل، وما كانش عليها اي حاجه. أكيد لميا مسحت الفيديوهات الأصلية، بس السؤال هنا بقى، اللي عايز يبعد حاجة تدينه بيحتفظ بنسخة منها ليه؟ طب بقولك يا باشا، أنت متأكد إن الزاوية دي هي كاميرا المراقبة؟ مش حد تاني اللي مصور يعني؟ متأكد 100%. اتفضل. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. خلاص يا استاذ سامي، داليا كده ما عليهاش اي حاجه؟ الموضوع خلص وتقدر تروح معاكي دلوقتي. متشكره قوي يا رحيم انك رجعت لي بنتي. متشكره على ايه يا مدام هاله؟ وانا عندي اغلى من داليا؟ الحمد لله على السلامه يا دودي. الله يسلمك. معلش يا حبيبتي، انا عارف انك تعبت جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا اهو. انا تعبانه قوي محتاجه اروح. طب كويس، يلا عشان اوصلك. لا انا هروح مع رحيم. تيجي معايا يا ماما؟ أنا هروح مع عماد. طب مع السلامة أنت بقى يا سامي. اتفضلي. اتفضلي يا هاني. يابا هتحرك، هتحرك. أنا مستني عظامته، ده باشا كبير، ده هيشتري الاسم باللي فيه. أهو جه أهو، وسع وسع. يلا شبورة. يلا بينا. كويس انهم مشوا، انا جعان قوي وما اكلتش من ساعتين. سامي انت جربت حد يديك شلوت ياخدك من تحت لحد قفاك كده؟ انا مش فاهم حاجه، تقصد ايه؟ مالك انت خفت كده ليه؟ اللي انا بوصف لك اللي انا حاسه دلوقتي. اتفضلي يا طنط. دي عمرها ما ركبت تاكسي يا عماد. لا اطمني، مع رحيم هتركب توك توك كمان ان شاء الله. اتفضلي. اتفضلي يا ماما. سرحانه في ايه يا حبيبتي؟ تفكري في ايه؟ بفكر في اللي حصل لي يا ماما. انا ليه حصل لي كده؟ انا عمري ما اذيت حد. ليه الدنيا جت عليا قوي كده؟ معلش يا حبيبتي، بيقولوا دايما اللي ربنا بيحبه بيبتليه، وانت بقى ربنا بيحبك وكل الناس كمان. بيحبوني ازاي بس يا ماما؟ لما لميا اللي كنت فاكراها زي اختي هي اللي حطت لي الشنطه في المكتب، واكيد مش هي لوحدها، في حد وراها، واكيد حد قريب مني.
بتقولي لي الناس بتحبني، انا خلاص ما بقتش اثق في اي حد ولا حتى انا. انت مش اي حد يا ماما، بس انا خلاص بقيت حاسه ان كل الناس مخبيه وشها بوشوش تانية، كلها كذب وتمثيل، وشوش انا مش عارفه لو كانت معايا او ضدي مين لو احتجت له ومدت له ايدي مش هيسيبها. بس انت عارفه ايه اكتر حاجه وجعاني؟ بابا. ابوكي؟ بابا ما لقيتوش، انا ما اعرفوش، انا ما اعرفش الراجل كنت انا في بيته ده مين. واحد تاني خالص، طول ما كنت هناك بابا كان بيوحشني قوي. معلش انت اصلك مش قادره تخرجيه من حياتك وتنسيه زي ما انا عملت. خرجيه من حياتك، انا خرجته خالص اساسا من حياتي ونسيته. انت للاسف طبعا عشان بنته هتفضلي مرتبطه بيه طول العمر، لكن حاولي حاولي تنسيه. انا عارفه انه صعب جدا، بس حاولي حاولي يا داليا تنسيه. نفسي احاول، بس انا عارفه نفسي مش هقدر، هيصعب عليا. وبعدين بنته اللي هي اختي قلبي بيتقطع عليها، اول ما افكر مستقبلها هيبقى عامل ازاي. ربنا يتولاها، ادعي لها، اكيد اللي خلقها هيكون احن عليها مننا كلنا. ده ايراد امبارح. الله ينور يا حلو. امسك دول يا صاحبي. ايه دول؟ خيرك سابق. خير يا ابني انت، وانا بجب عليك، ده حقك. شيل. ماشي ماشي يا عم رحيم. اهم حاجه اللي اتفقنا عليه في المركب يتعمل. انا عايز المركب دي تجيب ضعف القروض اللي كانت بتجيبه. ما تقلقش، كله هيحصل في الميعاد بالظبط. وخد دول كمان حطهم في حسابك عشان تصرف لهم على التجهيزات. لا مش ينفع. هو اللي مش ينفع؟ صدقني مش ينفع. انا عايزك تخرجني بره المشوار ده خالص. اقول لك حطهم باسم هشام اخوك. يا ابني انت، انا لو حصل لي اي حاجه تانيه هيتحجز على فلوسي وفلوس اخواتي. ما انت عارف ان شاء الله مش هيحصل حاجه يا رحيم، صدقني كده اريح لي واريح لك. على راحتك. ادخل رحيم بيه، في حد بيقول اني محتاجه في موضوع بره. حد؟ خليه يدخل. تحت امرك. اتفضل. ده مين؟ انا مرساله رحيم بيه، واللي بعتني ليك بعت لك معايا الهديه دي. وده ايه بقى ان شاء الله؟ ده لا مؤاخذه المفتاح بتاع العربيه اللي مركونه قدام المركب. وليه ولا مؤاخذه يعني؟ انا اسف يا باشا. انت تبع مين يا ابن انت؟ الحاجه هدايا. تشكر يا ذوق.